كرامة الإنسان تكمن في كرامة عيشه أيضا، فأم الخير وشيماء كان لهم نصيبا مجحفا من الكرامة، ليس شماتة بل حقيقة نراها كلنا بأعيننا. هذا دوش، طوالات، حوش، وهدايا صالة. هذا الصالون من الخير، هذا هو الصالون. لو تعلق الأمر بمنزل يعيش فيه رجال أو حتى رجل واحد لهان الأمر، أما أن تعيش فيه أم تدق أبواب السبعينات وبنت لا تتعدى 15 سنة، هنا تكمن الصعوبة. تبارك الله، الحمد لله. حتى السند الوحيد وهي الصحة خانت هذه الأم التي تواكب كل هذا بخطوات ثقيلة ومتعثرة، لكن قوة قلبها وصبرها جعلتها تعوض وجود رجل في كتفهم وتعوض ضعف صحتها وضعف دخلها المادي. يا إله يا إله يا مجيب الدعوة، يا إله يا إله، يا إله يا أم الخير. يقولك بعد شدة تجي الفرجة. ها أم الخير شيماء، ام الخير، واش راكي متمنيه ام الخير؟ قولي لي واش راكي متمنيه. كي تعاوني قبل الشيء القليل راني قاعد. ام الخير شوفي فيا، شوفي فيا ام الخير. شيماء شوفي فيا، والله 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 ما نروح منا غير حتى نعاود لكم كاع الدار. ربي يبارك عليك، ربي يبارك عليك، زيدي الصبر معنا سمانة برك، عطينا غير سمانة بإذن الله تعالى، بإذن الله، بإذن الله. بينا كي طبلا نبادو نتراضو نبادو للبادو نبادو نبغي الدار المربوطين فيها. أم الخير أنا كاع ما عليش راه راه صافي وطبلا مسكينة عليها. السلام عليكم الحاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. ما تبكيش، خلوها 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 خلوها. شوف بإذن الله تعالى هم ليكيب تاعنا هنا، هاد الإنسان طيب فتحي بالعيد من مقصر البخاري قالنا قلبه يعطيهنا بإذن الله.